سؤال آخر، أعتذر يا شيخ. يعني رجل دخل يصلي الجمعة، يعني في صلاة الجمعة، طيب، والخطيب واقف على المنبر يخطب، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم يجلس يستمع؟ يصلي تحية المسجد، لأن النبي رأى رجلا يقال له سليك الغطفاني دخل وجلس والنبي يخطب، قال يا سليك هل صليت؟ قال لا، قال قم فركع ركعتين.